يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر يا أمي مدي لي يديك عسى يزايلني الضجر عسى يزايلني الضجر أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر لا أهتدي في السير إن طال الطريق وإن قصر أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خطر والأرض عندي يستوي منها البصائط والحفر منها البصائط والحفر عكازتي هي ناظري هل في جماد من نظر يجري الصغار ويلعبون ويرتعون ولا ضرر وأنا ضرير قاعد في عقر داري مستقر الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدر ما أقاسي من كدر يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى